أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من ريمونتادا. النهاردة آسف أصدر الستار على بطولة كأس العالم للأندية في الباسكتبول في كرة السلة اللي تخيلوا إن هي أقيمت في مصر. أنا عارف إن ناس كتير من السادة المشاهدين وأكيد ناس كتير منكم مش عارفين إنها أقيمت في مصر. الزمالك حصل على المركز الرابع وطبعا فاز ببطولة كأس العالم للأندية فلامينجو، وكان بيلعب بورغوس في الفاينل بطل أوروبا. والنهاردة الزمالك يعني خسر من ليكلاند ماجيك 113-78 علشان ممثل أفريقيا الزمالك يكون في المركز الرابع للبطولة. وعايز أقول لكم ان انا اتفرجت على ماتش الزمالك رغم فرق السكور الكبير، لكن كان واضح ان الزمالك عنده باين ان هو عنده مدرب كويس جدا وعنده لعيبه كويسه جدا، ولو قدر الزمالك ان هو يلعب ب 50% من المستوى ده في بطوله افريقيا والدوري المصري هيكون منافس شرس ومنافس قوي على البطولتين. عايز اقول ان الصدى الاعلامي للبطوله رغم ان هي فيها ممثل لمصر، ومش ممثل لمصر عادي، ممثل يعني نادي كبير جدا بحجم نادي الزمالك، ورغم اقامه البطوله في مصر الا ان صداها الاعلامي في البرامج، مش بتكلم على الكفرج، مش بتكلم على التغطية والاستوديو التحليلي، كل الكلام ده 100% ما فيهوش اي مشكلة، لكن صداها الاعلامي في البرامج كان ضعيف جدا جدا جدا. والحقيقة يعني حاجة تزعل ان يبقى بطولة في مصر وبيمثلنا نادي بحجم نادي الزمالك اللي هو بطل افريقيا، اول نادي يحصل على البطولة بشكلها الجديد التابع للان بي اي، وان يكون ده الصدى الاعلامي بتاع البطوله، لا في مشكله. احنا ما بنعرفش نسوق للبطولات اللي بتقام عندنا بشكل كويس. وخلي بالكم، فرقوا تاني، ما بتكلمش على الكفرج، يعني بتكلمش على التغطيه، ما بتكلمش على الاستوديو والنقل والمباريات والتعليق، لا كل الكلام ده 100% عملناه كويس، لكن في التغطية الإعلامية بتاع البطولة مقامة عندك وأول مرة تقام في أفريقيا والإم بي إيه والكاس آسف الاتحاد الدولي للسلة بيختار إن هو البطولة تبقى عندك، كل دي حاجات مهمة جدا. أنت بتعرف تنظم حدث، لكن تغطيه اعلاميا كويس، لا احنا لسه قليلين في الحته دي، عندنا مشكله. والحقيقه انا تابعت الايام اللي فاتت معظم البرامج الرياضيه اللي انا دايما ببقى حريص ان انا اتابعها بحكم عملي وبحكم حبي لكل مقدم برامج بيشتغل في مصر، كل واحد بيشتغل بمدرسته بطريقته، كل الاحترام لكل واحد. ولقيت ان الاهتمام الاعلامي بالبطولة ضعيف جدا، رغم ان الشعب المصري يا جماعة بيحب الباسكت. يعني انا بقول ان الباسكت بتيجي في مصر بعد الكرة والهاندبول على طول. احنا عملنا بطولة هايلة كتنظيم حدث، انما التظبيط بتاعها، التغطيه الاعلاميه بتاعتها، مش تغطيه اعلاميه، التغطيه الاعلاميه كفرج تاني كويس 100%، انما كاستوديو كنقل مباراه وكتصوير كل ده اتعمل 10/10. انما التغطيه الاعلاميه ازاي ان انت تنجح بطوله اعلاميا، كنا ضعاف قوي فيها، ولازم نتعلم، ان ازاي لما يكون عندنا حدث مهم وحدث كبير ان احنا ننجحه ونسوق له. ازاي تعرف تسوق لحدث ده مهم؟ الشغلانه مش الشغلانه بس، دايما انا بقول الشغلانه مهمه وتظبيط الشغلانه مهم.
قولوا لي في كم دولة خليجية وكم دولة عربية عرفوا ان بطولة كاس العالم للأندية اللي هي حدث مهم جدا في الباسكت كان مقام في مصر؟ انا بقول لكم ناس قليلة جدا اللي عرفت، لان ما عرفناش نسوق للبطولة دي عندنا عشان نسوقها لها برا. ما عرفناش نسوقها لها عندنا عشان نسوقها لها برا. تخيلوا بقى، تخيلوا كده نقعد نتخيل مع بعض لو البطولة دي مثلا مقامة في دبي. تخيلوا كان التنظيم هيبقى زينا كويس. احنا عملنا التنظيم كويس، لكن الصدى الاعلامي بتاع اقامة البطولة في اي حتة تانية كان هيبقى اقوى 10 مرات. واحنا دايما شغلتنا ان احنا ننور على المشاكل، وانا الموضوع ده كنت بفكر فيه وبفكر فيه كويس قوي، ان احنا هايلين في اقامة البطولات وتنظيمها، هايلين. مصر لما بتحب تنظم حاجة كويس بتنظمها كويس قوي، واكبر دليل على كده بطولة كاس العالم للهاندبول عملناها على اعلى مستوى بشهادة الجميع في ظل اصعب الظروف والكوفيد 19 والدنيا كلها متقفلة، وعملناها 10/10 بالاجراءات الاحترازية بالبروتوكول بالفقاعات بكل حاجة. نفس الكلام بطولة افريقيا للاندر 23 او تحت 23 سنة عملناها على اعلى مستوى من حيث التنظيم والدخول والخروج والتأمين وكله. لكن هل إقامة البطولات تنظيم فقط؟ اللي قال لكم كده ضحك عليكم. إقامة البطولات مش تنظيم فقط، بس إن أنت إزاي تعرف تسوق للبطولة وتعرف إن أنت طبعا أهم حاجة إن أنت تعرف تنظم البطولة كويس، لكن إزاي تعرف تسوق للحدث اللي عندك. إحنا يا جماعة قليلين قوي في الحتة دي، قليلين قوي في الحته دي. وانا يعني كنت متخيل ان مصر طبعا اتعمل مؤتمر صحفي اللونش او اللونشنج بتاعت البطوله والقرعه بتاعت البطوله اتعملت تحت سفح الاهرامات، وانا تشرفت ان انا اللي كنت بسحب القرعه، وممكن ناس زعلت مني ان انا وقعت الزمالك مع بورجوس بطل اوروبا، لكن هي كلها كانت ماتشات صعبه. انت شفتوا النهارده الماتش عامل ازاي، وتشرفت ان باختياري سفيرا للبطوله، وعملت يعني حاجات كتيره حاولت ان انا اسوق. لكن ببص وبتفرج الصدى الاعلامي بتاع البطوله ضعيف جدا جدا جدا، وزعلان ان مصر نجحت في التنظيم ونجحت في الكفرج بتاعت الميديا. ماشي، كفرج بتاعت النقل التلفزيوني ماشي كويس، لكن مش عارفين نسوق للحدث. وده مهم ولازم نتعلم. لكن انا شايف ان الزمالك لعب كويس وعنده مدرب كويس، لكن انا طبعا راجل مش بتاع باسكت، ما بفهمش في الباسكت كويس. لكن معايا في مداخله واحد من النجوم الكبار قوي في تاريخ الزمالك في الباسكت، نجم الزمالك السابق كابتن وليد ابو سريع. كابتن وليد مساء الخير. مساء الفل يا كابتن ميدو، ازيك؟ وانا بشكرك جدا على الكلام الجميل، ويعني على الكلام الجميل اللي انت بتقوله لكل مشاهدي قناه المحور في كل مكان، على التغطيه الاعلاميه اللي فعلا انت بتلقي الضوء على حاجات مهمه جدا بوصفك. طبعا انت لعبت في انديه اوروبيه وعارف التغطيات بتبقى ازاي، لكن احنا زي ما بنقول احنا بنصف نفسينا اننا الالعاب الشهيده نظرا للتغطية الإعلامية اللي أنت ركزت عليها، وده كلام كويس جدا وكلام محترم. وأنا بدعو دايما الجهات الإعلامية كلها أو القنوات الإعلامية كلها سواء مرئية أو مقروءة، إن هي دايما تدي الفرصة للمشاهد المصري في تكوين الثقافة بتاعته. أنا ممكن أحب الباسكت، أنا ممكن أحب البيت بول مثلا، في ألعاب يعني مش عندنا، لكن أنا ممكن أحب كذا، إديني فرصة إن أنا أتفرج وغطها لي كويس تحليليا وفنيا وكل حاجه، وسيبني انا اشجع. مش لازم اكون بشجع كل كوره بس او كل الدنيا ماسكه مثلا كوره بس او كل الدنيا رايحه لكره قدم بس، مع احترامي طبعا ليك ان انت كنجم كره قدم، انا مش قصدي، انا بتكلم طبعا اوت اوف ذا بوكس والمنظومه كلها. والله كابتن وليد خلي بالك الموضوع مش موضوع كوره ولعبه تانية، احنا حتى الاحداث طبعاً. احنا حتى الاحداث بتاعت الكوره نفسها بنعرف ننظمها كويس قوي ونعرف ننقلها تلفزيونين كويس قوي،
لكن نسوق لها ان احنا عملنا حدث عظيم وان بيجري في مصر دلوقتي حدث عظيم، ده اللي احنا ضعاف فيه. يعني محدش اللي انا بقوله ايه، محدش مثلا في الخليج في دبي وفي ابو ظبي وفي السعوديه حس ان احنا عاملين كاس العالم للانديه في مصر، ان الاتحاد الدولي اختار مصر ان 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 هي اللي تعمل الحدث المهم ده. ده اللي قصدي عليه. بالفعل انت كلامك صح جدا، وكمان ده بيدفع المشاهد المصري للتدرج. تخيل انت ان السوشيال ميديا النهارده في ناس بتقلل تبعد لاهواء انديتها من اهميه البطوله، او تبعد او بتعمل لها زياده في الشعبيه تبعد لاهميه البطوله واهميه الفرق اللي جايه. الناس يا جماعه مش عارفه ان اللي جاي ده بطل دوري الجيلي ده جزء من منظومه الان بي اي، اداره من اداراته بره بتديرها منظمه الان بي اي. الان بي اي بتدير 5 ادارات منهم الجي بي، يعني بتدير الان بي اي والدبليو ان بي اي والدرافت ان بي اي اللي هو راح فيه انس اسامه في الفتره الاخيره يعمل تراي اوت، وكمان البال البي اي ال اللي هي باسكت بول افرو ليج، دي كمان اداره دخلت جوه الان بي اي. ثم جي ليج، الجي ليج ليه فرانشايز بتبقى الفرق الكبيره اللي بتلعب في الان بي اي. ويمكن قلنا في التعليق كده، انا قلت كده ومحمد يوسف زميلي قال في التحليل كده، ان يا جماعه في لعيبه عامله تو واي كونتراكت، يعني تقدر تلعب النهارده في ليكلاند ماجيك واورلاندو ماجيك. هو فرق، الناس مش فاهمه الكلام ده، واحنا حاولنا نلقي الضوء بالكلام ده اثناء التعليق، لكن ده ما كانش كفايه. ده لو انت كنت زي ما انت بتقول يا كابتن ميدو ليها اعداد مسبق للتوعيه لجميع جموع الناس اللي بتتفرج. ما هو الناس بتتفرج علينا مش مصر بس، كل الدول العربيه متابعه القنوات اللي ذاعت واللي علقت على الكلام ده، فهتعرف اهميه، تعرف اهميه سان بابلو بورجوس ده. ان سان بابلو بورجوس ده يا جماعه مش بطل اوروبا بس، ده اخر بطوله انتر كونتيننتال كاب، هو حامل اللقب، يعني هو حامل اللقب. وشفنا النهارده خسر قد ايه من فلامينجو اللي هو احرز 2014 واللي هو الثاني 2019. اذا جاي فرق عتيقه عالميه على مستوى عالي جدا. النهارده ما يهمناش ان الزمالك خسر، النهارده الزمالك استفاد بلعيبته بمحليينه بالكلام. الجزء الفني ده حاجه، والجزء اللي انت بتتكلم فيه يا كابتن ميدو مهم جدا. طب رايك كابتن وليد، عايز اعرف راي حضرتك في مدرب الزمالك الجديد. طبعا يعني هو جه في فتره قصيره جدا قبل البطوله، لكن انا بصراحه حسيت طبعا كابتن ياسر عبد الوهاب كان عامل شغل كويس جدا وكتر خيره، وراجل كان شغال بامكانيات مختلفه، وكابتن ياسر طبعا واحد من ابناء الزمالك المخلصين اللي دايما بيحرص ان هو يخدم النادي من اي مكان. وحسيت ان الراجل لا، في شغل مدرب جامد رغم الخساره، بس في شغل مدرب باين. طبعا ويليام جه بقاله فتره قصيره فعلا، عنده كمان كان بيواجه مشكله. حضرتك عارف كابتن ميدو كراجل رياضي ان بيبقى في مرحله دايما للانسجام. هو كان التعاقد مع المحترفين جه فتره متاخره، وده برضه بيلقي عيب على ويليام فوجت ان هو ياقلم اللعيبه ويعمل انسجام للعيبه المحترفين مع اللعيبه المحليين في توليفه في بطوله تستمر لمده 2 فقط. وهل هو ده هدفه؟ وده طبعا باختلاف التارجت بتاعه كان من الناحيه الفنيه، لان انا بفكر في بطوله العالم، وان كنت ممكن ان انا بخسر او حاسس ان انا بخسر، لكن عايز اعد لعيبتي لبطوله السوبر اللوكال سوبر هنا ليج اللي هو الدوري السوبر اللي هنا، لعيبه الزمالك خاصه ان هي حامل اللقب. طب انا بعمل كمان اعداد، هل دول اللعيبه المحترفين اللي هستفاد بيهم از تارجت ليا في بطوله البال رقم 2 ولا ايه؟ عنده اهداف كتيره وتارجت كتير، فعشان كده التوليفات. فالراجل فعلا معذور وله كل العذر في الكلام ده، لكن هو اجاد بعض الشيء في ايجاد توليفات معينه اثناء اللقاءات واثناء الدفع باللعيبه المحليين اللي هم لم يقلوا ولن يقلوا عن اللعيبه المحترفين اللي جم، لان هم ما قدروش ينسجموا بعض الشيء. مدرب كويس جدا، له فكر، كان مرشح على فكره لتدريب المنتخب المصري، ولكن لم يحالفه التوفيق في الاختيار النهائي. اعتقد اننا هنشوف منه حاجات الفتره اللي جايه، هنقدر نقيمه اكتر الفتره اللي جايه في الدوريات المحليه والكاس المصري. كابتن وليد ابو سريع نجم الزمالك السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معايا. ويعني كابتن وليد طبعا كان لعيب كبير جدا، واحد من اللعيبه
الـ 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 الاساطير المميزين اللي جم في تاريخ اللعبه وفي تاريخ نادي الزمالك، ومعلق طبعا كبير، معلق مميز مميز جدا. تاني احنا بنتكلم على فكره ازاي ان انت تعرف تسوق حدث، ازاي ان انت تبروموت او عندك حاجه مهمه. مفيش اهم ما هو كاس العالم، كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه ده حدث كبير، حدث مهم جدا. عملنا اتعمل قرعه تحت سفح الاهرامات، واتعمل تنظيم جيد جدا الحقيقه، التنظيم على اعلى مستوى كعاده مصر. مصر عندهاش مشكله في التنظيم، لكن ان احنا نعمل بروموشن وان احنا نسوق للحدث، احنا عندنا لسه قصور في الحته دي، عندنا قصور في الحته دي. لازم نعرف ازاي ان احنا نجيب شركات خاصه شغلتها ان هي تسوق حدث عندي، عشان حرام حرام. اول حاجه المجهود الكبير اللي بيتعمل، وبقول لكم تصدقوني دايما وانت بتعمل شغلانه، الشغلانه ان انت تعملها كويس ده اهم حاجه طبعا الاصل، لكن ان انت تسوق لشغلك اي شغلانه كده، ازاي انت تسوق لشغلك؟ حرام المجهود الكبير اللي معمول، والنهارده المجهود اللي معمول من المنظمين ومن الـ من الـ من الاتحاد المصري ومن الاتحاد الدولي ومن كل الناس اللي موجوده اللي انفولفد او مشتركين في الحدث، وان انت النهارده مش عارف تسوق ان انت عندك الحدث ده في مصر اصلا. اراهنكم اراهنكم والله، وده ما تزعلوش مني بقى، ده قمه الفشل. ان انا متاكد ان لو عملت استفتاء دلوقتي على فيسبوك وتويتر من الساده المتابعين والساده المشاهدين، عارفين ان البطوله بتقام في مصر، والله 50% هيقول لك ما نعرفش، ويمكن اكتر. وانا بقول لكم دي بقى مشكله كبيره قوي، دي مشكله كبيره. لازم ان احنا نعرف نسوق لاي حدث عندنا. لكن انا فخور، انا كراجل زملكاوي فخور بفرقه الزمالك، فخور بفرقه الزمالك، لان انا بفهم في الباسكت شويه، يعني انا عارف فرق المستويات الكبير قوي اللي ما بين اي فرقه في افريقيا وما بين الفرق اللي بنلعبها دي، بورجوس وفلامينجو، يعني فرق كبيره قوي عندهم لعيبه جامده جدا، ونظام تدريب مختلف ونظام تغذيه مختلف، يعني ايه قصه كبيره. لكن لازم دايما نتعلم، لازم دايما نبحث عن التطوير ونبحث ازاي ان احنا نطور. واحده من الحاجات المهمه اللي لازم ندور عليها ازاي ان احنا كل لعبه عندنا ان احنا نوسع القاعده الشعبيه بتاعتها. ازاي نوسع القاعده الشعبيه بتاعتها؟ هتوسع القاعده الشعبيه والفان بيز بتاعت اللعبه والقاعده الجماهيريه بتاعت اللعبه عشان تقدر ان انت تجذب الناس ان هي تلعب اللعبه، تجذب الاولاد الصغار والبنات الصغار ان هم يلعبوا اللعبه. ازاي وانت مش عارف تسوق للعبه بشكل كويس؟ مش عارف تسوق للعبه بشكل كويس. احنا يا جماعه 110 مليون، مش كل الناس هتلعب كوره، مش كل الناس هتلعب كوره. صحيح معظم الناس هيروحوا للكوره، ماشي، بحكم ان احنا شعب عنده موهبه في الكوره، بحكم ان احنا تاريخيا ناس كتيره اهاليها كانت بتلعب كوره وجيناتيكلي او وراثيا بيعرفوا يلعبوا كوره، في حاجات كتيره جدا. لكن لازم تدي فرصه للالعاب التانيه ان هي تكبر، ان هي تكبر، تكبر على مستوى القاعده الشعبيه، على مستوى الاختيار، على مستوى التسويق، على مستوى العائد المادي للممارسين، ممارسين اللعبه، حاجات كتيره جدا. وانا بقول لكم ان في ابطال، دايما بقول في ابطال بتوع العاب تانية، ابطال اكتر بكتير من ابطال الكوره، واعني هذا الكلام وعارف مدى المعاناه اللي بيعانوها، ومظلومين، مظلومين على كل المستويات، على مستوى الرعايه، على مستوى الاعلام، على المستوى المادي طبعا. وده كلام اتمنى ان احنا نكون عرفنا نوصل الرساله، اتمنى ان احنا كنا عرفنا نوصل رساله. تعالوا نشوف تقرير عن المباراه، مباراه النهارده اللي الزمالك خسرها 113-78 قدام ليكلاند ماجيك، ونرجع نكمل الكلام.
الحمد لله في الاول والاخر على الهزيمه والمكسب. شفتها طبعا ده اول احتكاك لينا في كاس عالم في حدث زي ده مع فرق زي دي. انا شايف بالنسبه لينا والمحترفين والجهاز والمدرب وكل حاجه عملنا اللي علينا مع اول تجربه ناخدها في ماتشات زي دي. احنا كده عملنا اللي علينا، دي اول احتكاك مع فرقه من امريكا وفرقه من اسبانيا. فبالنسبه لنا انا شايف اللعيبه ادت اللي عليها، سواء اللعيبه المصريين بالذات، المحترفين مستوى ما كانش في احسن حال عشان هم جم متاخر وما انسجموش مع الفرقه. بس انا شايف بالنسبه لي اللعيبه المصريين عملت اللي عليها مع ده اول احتكاك. ربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد البال السنه دي تاني، مش هنقدر نكون موجودين السنه الجايه، وان شاء الله يكون الوضع يكون احسن باذن الله. لعبنا لحد ما مستوى جديد علينا طبعا، يعني مستوى جديد لنا، كاس عالم انديه وفريق من امريكا، مستوى جديد علينا، احنا مش متعودين على المستويات دي. فيعني كنا بنحارب على قد ما نقدر، وكمان يعني الظروف ما ساعدتناش شويه. فعايزين طبعا نعتذر اول حاجه لجماهير نادي الزمالك ان احنا ما حققناش ميداليه في كاس العالم للانديه، لازم نعتذر لهم. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا السنه الجايه ونرجع تاني هنا ان شاء الله ونحقق الميداليه اللي هم عايزينها باذن الله. I think that our team came out with a lot of aggression and we were able to play our style of basketball and we had fun and credit to their team. So it was just happy that we were able to get a win coming out of Egypt. النهارده مباريات الكونفدراليه، والحقيقه نتائج المباريات كلها معانا. وطبعا اللي يهمنا في مباريات الكونفدراليه هم ممثلين مصر، بيراميدز والنادي المصري. طبعا المصري تعادل مع القطن الكاميروني 0-0. بيراميدز قدر ان هو يعمل ريمونتادا كبيره وريمونتادا صعبه، خاصه مع سوء الحظ الكبير اللي انا تابعت بيه المباراه، حوالي 4 كور في القايم وفي العارضه، سوء حظ غريب جدا. قدر ان هو يعمل ريمونتادا قدام اهلي طرابلس بعد ما كان متاخر يكسب 2-1، ونتيجه مهمه جدا جدا في البدايه. مازيمبي كسب اوتوه الكونغولي 1-0، وسيمبا التنزاني بيكسب اسك الايفواري 3-1. اورلاند بايرتس جنوب افريقي بيكسب شبيبة الثورة 2-0. الصفاقس التونسي قدر يفوز في نفس المجموعة، يعني زناكو الزامبي على نفس في نفس مجموعة المجموعة بيراميدز صح، ونهضة بركان المغربي قدر يفوز 5-3 على الحرس الوطني بطل النيجر. الحقيقة عايز أقول لكم إن أنا النهاردة تابعت مباراة بيراميدز وطبعا أهلي طرابلس الليبي. وعلى فكرة دايما المواجهات أمام فرق ليبيا مواجهات صعبة، مواجهات صعبة. والحقيقة يعني ماتش ظروفه صعبة جدا بالنسبة لبيراميدز، لكن عجبني إن الهدوء الكبير جدا اللي رغم التأخر بعد نهاية الشوط الأول بين الشوطين، إلا إن اللعيبة ظهر عليها هدوء، واللعيبة كان عندهم ثقة كبيرة جدا وفضلوا ماشيين بنفس اسلوب لعبهم لغاية ما قدروا ان هم يرجعوا للمباراة وان هم يفوزوا. وانا بقول لكم ان ده شغل مدرب، وانتوا عارفين ان انا واحد يعني من جماهير او من محبي ايهاب جلال، حب ايهاب جلال، راجل على مستوى الشخص طبعا، على مستوى الفني مدرب عنده هوية، وده واضح من خلال اسلوب لعب فرقته. معايا الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز. كابتن حمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا وسهلا، تحياتي ليك. اهلا بيك ومبروك ماتش النهارده. وبتتفق معايا ولا لا يا كابتن حمد ان الماتش صعب، ماتش ظروفه صعبه يعني؟ طبعا يا كابتن، مباراه صعبه جدا، وقلنا للعيبه مباراه بعد فتره كبيره جدا ما فيش مباريات رسميه بالنسبه للعيبه. معظم اللعيبه ما كانتش معانا، كل يعني شويه المنتخب والناس اللي كانت برضو مصابه وكده، فده اول تجمع لينا. بتلاعب فرقه طبعا انت عارف الاسلوب، الفرق الليبيه، واحنا كنا بنمرن فرقه اهلي طرابلس قبل كده انا والكابتن ايهاب، واحنا عارفين ان هم بيميلوا اللي هو اللعب اللي هو فيه حماس وقوه، فكنا عارفين ان المواجهه تبقى صعبه يا كابتن ميدو، لكن الحمد لله يعني اللعيبه عملت شغل كويس جدا وتعبت يعني الحمد لله، فربنا اكرمنا وقدرنا نكسب 3 بونت كانوا مهمين جدا في بدايه المشوار، وده الاهم يا كابتن ميدو. كابتن حمد النهارده يعني قابلكوا سوء توفيق كبير، ومعرفش يعني كور، انا شفت يعني شفت المباراه كور كتيره جدا في العارضه والقايم، هل ده سوء بخت ولا اللعيبه قدام الجول ما عندهاش ثقه في نفسها،
يعني في مشكله في حته انهاء الهجمه. هو اللعيبه يا كابتن ميدو انت بتوصل لحته معينه واللعيب لما بيجي طبعا هو سوء توفيق مش من اللعيبه، لان اللعيبه من الكره تيجي ثلاث اربع مرات في العارضه، فدي برضو انك انت بتضيع فرصتين ثلاثه. هيظل ان انت بتعمل شغلك لغايه ما ربنا اكرمنا وقدرنا، ربنا وفقنا وبدانا نشتغل وقدرنا نحرز هدفين، لكن مهم جدا ان انت تبقى بتحط حلول للعيبه انها توصل للمنطقه ديت ويبقى فيه العدد الكافي اللي هو في نهايه الهجمه، ان تلاقي في معظم الاماكن الاماكن كلها هتلاقي فيها لعيبه، ودي حاجه مهمه جدا. فالحمد لله رب العالمين، انا بقول ان اللعيبه اشتغلت شغل كويس جدا النهارده، عملت مباراه من المباريات الكويسه، ادت عمل كويس جدا جوه الملعب، وده اللي يهمنا في الاول وفي الاخر. ممكن الكره يا كابتن ميدو التوفيق ما يبقاش معاك في يوم، لكن مهم جدا ان انت تعمل اللي عليك وتعمل الشغل بتاعك. انا شايف ان اللعيبه عملت شغل كويس جدا، عدد فرص كبير جدا، قدرت تكسب اثنين في بدايه المشوار، وده مهم جدا كان بالنسبه لنا. فانا بقول الحمد لله ومبروك للعيبه ومبروك للناس الحمد لله. كابتن حمد، النهارده يعني رمضان صبحي ما كانش موجود، تم استبعاده، ده ايه فنيا ولا مصاب في ايه؟ لا، هو رمضان رجع من المنتخب بس هو التمرين الاخيره حس ان في حاجه في جنبه، مش يعني تعبان، في الم فيه وكده. وانت عارف بقى بنفضل يا كابتن ميدو ان لو حد عنده حاجه بسيطه، نفس الكلام حصل مع علي جبر، مع برضه حس بحاجه بسيطه كده، فاللي مش هقدر نجازف بلعيب يكون حاسس باحساس، ففضلنا ان احنا نريحه، لان المباريات ضغط، مباريات كبير جدا الشهر ده كابتن ميدو، عندنا اكثر من 7 مباريات أو 8 مباريات، فهتبقى حاجه صعبه جدا. بنتكلم بعد 3 ايام الاسماعيلي، بعد 3 ايام هنلاعب زناكو، بعدها بقى هنرجع على القاهره هتلاقي مباراه، وبعد كده الصفاقس، فهتلاقي المباريات ورا بعض، فهيظل ان انت هتحافظ على اللعيبه، لانك لازم هتعمل اجباري، هتعمل روتيشن في بعض الاماكن، لان ما فيش لعيبه هتقدر تستحمل 90 دقيقه ورا بعض 4 5 مباريات كتيره يعني يا كابتن ميدو. كابتن حمد، الف مبروك وبدايه موفقه في مشوار الكونفدراليه، وان شاء الله السنه دي يعني بيراميدز يقدر ان هو يكون منافس قوي وشرس على بطوله الكونفدراليه، وانا عارف ان هي واحده من اهم اهداف النادي، واحده من اهم اهداف مجلس الاداره. بس بغض النظر عن النتيجه يا جماعه، فرق بيراميدز تتفرج عليها فرق كويسه، طبعا عندهم عناصر كويسه، لكن شغالين كويس، شغالين كويس قوي، بدأوا الهجمه من تحت كويس، لعبتهم بتظهر لبعض كويس، عارفين بيتحركوا ازاي كويس في مناطق معينه في الملعب عشان يسببوا مشاكل للخصم بتاعهم. والحقيقه فرقه مميزه جدا. عندهم بعض المشاكل، النهارده الهدف اللي جه فيهم تغطيه العكسيه من حمدي سيئه جدا جدا، كرة كان لازم ان هو يشيلها بشكل افضل، وهي دي دايما المشاكل اللي بتقابل بيراميدز، الاخطاء الدفاعيه، السرحان في الوقفه وهم بيهاجموا. لو عرفوا يعالجوا الحته دي محدش هيقدر يقف قدامهم، فرقه جامده، لكن دايما عندهم دفوهات في الحته اللي ورا، في سرحان كبير جدا. والنهارده يعني كان في تصريحات الكابتن ايهاب جلال بعد المباراه، يا ريت لو معانا، يعني طبعا بيقول ان الفوز على اهلي طرابلس مهم في البدايه، ومشوار في بدايه مشوارنا بدور دور المجموعات، خاصه اننا نسعى للتاهل والمنافسه على اللقب. كنت واثقا في قدره اللاعبين على تحويل المباراه وتحقيق الفوز، لذلك لم اقم باي تبديلات بين شوطي المباراه. الفريق يجيد الاستحواذ ولكنه يعاني في استغلال الفرص، وهو ما نحاول علاجه. عبد الله السعيد، اضافه لكل فريق وطريقه اللعب في بيراميدز مناسبه له تماما. يعني طبعا دي تصريحات كابتن ايهاب، لكن انا عايز ازود على تصريحات كابتن ايهاب ان لا، انت في مشكله دايما فيها فوات في الديفنس دايما. يعني النهارده في عز ما بيراميدز شغالين كويس، كره معموله كروس عادي جدا، وحمدي باك ليفت كويس، كره منطش ما اعرفش منطش ليه، كره على دماغه. فيش النهارده ظهير الجنب ده لازم ان هو يكون بيجيد العاب الهوا، ان هو بيلعب بدماغه، ان هو يكون مقدر الكره كويس، كلها حاجات بسيطه لو اتعالجت. وانا بقول على فكره الكلام ده لان انا عارف حجم الشغل اللي بيتعمل في بيراميدز الفني والمجهود الكبير اللي بيتعمل،
من الجهاز واداريا وعلى كل المستويات. فالنهارده هفوات بسيطه جدا بتكلف الفرقه في ماتشات الدوري على فكره، بس لما تروح كمان في الكونفدراليه بقى، لما تروح بعيد وتبتدي تلعب كوارتر فاينل وسيمي فاينل وفاينل، الاخطاء دي تكلفك بطولات، فلازم تتعالج من دلوقتي. يعني لازم ان هي تتعالج دلوقتي. لكن بيراميدز شغالين كويس ومكسب مهم جدا في البدايه. النهارده طبعا النادي المصري امام القطن الكاميروني وماتش صعب بره، لعب شوط اول جيد جدا وخلق فرص وصنع فرص، لكن ما عرفش يستغل الفرص دي كويس. لكن برضو عجبني شكل فرقه المصري، منظمين تحت قياده طبعا مديرهم الفني التونسي الكابتن معين الشعباني. ولكن تعتبر نتيجه ايجابيه في البدايه، فرقه القطن فرقه مميزه، لكن كان نفسي برضو ان المصري يعرفوا يخطفوا جون، لان خلقوا فرص وعملوا فرص. الشوط الثاني كان اصعب طبعا، ولكن نتيجه ايجابيه، نتيجه تعتبر مرضيه اعتقد لجماهير بورسعيد. ومعايا الاستاذ حسن عمار رئيس البعثه في الكاميرون. استاذ حسن مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. يعني التليفون طبعا قطع، يعني كنا طبعا نتمنى نعرف شويه معلومات عن المباراه من الاستاذ حسن عمار رئيس البعثه في الكاميرون. ولكن طبعا مباراه كانت صعبه على المصري. تعالوا نشوف تصريحات المدير الفني معين الشعباني، واحد من المديرين الفنيين الكبار المميزين جدا اللي يعتبروا اضافه للدوري المصري. بيقول راضي عما قدمناه ضد القطن، سيطرنا على الامور في الشوط الاول ولاحت لنا العديد من الفرص، ده اللي انا بقوله لكم، ولكن لم سهله ولكن لم نستغلها بالشكل الامثل. تراجعنا الدفاعي في الشوط الثاني كان بسبب تاثر اللاعبين بالمجهود الكبير اللي بذلوه خلال الشوط الاول في ظل الطقس الحار والذي اثر سلبيا على اللاعبين. التغييرات في الشوط الثاني ساهمت في صناعه بعض الفرص، ولكن عدم استغلال تلك الفرص وقف عائقا امام تحقيق الفوز. هنا عايز اتكلم على معين الشعباني شويه. مهم وانت داخل منافسات افريقيه ان انت يكون عندك مدرب عنده خبرات في افريقيا، مش اي مدرب وخلاص. انت عندك هدف، المصري عنده هدف ان هو عايز يفوز ببطوله الكونفدراليه، حلم لكل بورسعيديه. معين الشعباني يعرف يدير الماتشات دي. ممكن يكون عندك مدير فني تاني مميز وكويس، لكن الماتشات دي ما يعرفش يديرها. زي ما حضراتكم شايفين او سامعين من كلام معين الشعباني ان في الماتشات اللي زي دي لازم تعمل حساب الجو كويس قوي، والطاقه اللي بذلها اللعيبه في بدايه المباراه والشوط الاول، وازاي تغير اسلوب لعبك، ان انت في الشوط الثاني ما ينفعش ان انت تفضل تضغط عالي. الناس اللي انت بتلعبهم متعودين على الجو اكتر منك، متعودين على درجه الحراره دي، متعودين على الرطوبه دي، فكل دي حاجات محتاجه مدرب متمرس، مدرب عارف هو بيدير المباراه ازاي. رجالي تاني الاستاذ حسن عمار رئيس البعثه، رئيس بعثه المصري البورسعيدي في الكاميرون. استاذ حسن مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ميدو، برحب بيك وبكل مشاهدينك. اهلا بحضرتك. النهارده يعني نقدر نقول مبروك، نتيجه كويسه، ولا في حاله يعني زعل في البعثه ان كان ممكن الفريق يقدر يكسب؟ والله احنا كنا قريبين جدا في الشوط الاول، يعني احنا رحنا وخلقنا فرص زي ما انت قلت بالظبط، وكنا متسيدين للشوط الاول استحواذا ولعبا وفرصا، لكن احنا للاسف ما قدرناش نستغل الفرص دي كلها. زي ما انت عارف احنا كنا بنلعب الساعه 2 الظهر، درجه الحراره كانت واصله لغايه 40 وبتتزايد، واصله لغايه كام؟ رطوبه عاليه جدا، واصله لغايه كام؟ 40 وبتتزايد، يعني 40 ونقص اكسجين. احنا كنا قاعدين في المقصوره واحنا مش عارفين ناخد نفسنا، فطبعا الحمل البدني زاد قوي على اللعيبه، وكان اللياقه البدنيه ابتدت تقع شويه في الشوط الثاني، فعشان كده ما قدرناش نكمل بنفس القوه اللي ابتدينا فيها في الشوط الاول. لكن فيها مكاسب كتير النهارده الحمد لله، منها اللي انت بتكسب اثنين لعيبه جداد، هيثم العيوني ووائل الحمد في خط الدفاع،
لسه اول مره يلعبوا جنب بعض وقدوا مباراه هايله. منها اللي احنا كان عندنا اصابات واللعيبه اللي موجوده الحمد لله قدرت تكمل. خدنا نقطه مهمه جدا في بدايه مشوارنا. انت عارف احنا في مباريات تحصيل النقاط مش لتحقيق نتائج او اداء. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحصل النقط الفتره اللي جايه. خليني اشكر بس لعيبتي وجهازنا الفني النهارده كان في روح عاليه جدا على فكره في المباراه، يمكن الناس ما تشوفهاش بس انا شايفها وشايفها من قبل المباراه خلال الثلاث ايام اللي احنا كنا موجودين فيها هنا في الكاميرون الفتره اللي فاتت. وكابتن معين طبعا عنده خبرات في افريقيا كبيره وبينقل خبراته المتراكمه دي للعيبه وبيستفيدوا منها. فعندنا امل كبير ان شاء الله ان احنا نتاهل. احنا في مجموعه صعبه القطن ومازيمبي وقطوها. على فكره القطن اللي احنا كنا بنلعبه النهارده ده كان وصل سيمي فاينل السنه اللي فاتت في الكونفدراليه. فالحمد لله احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نبتدي نكمل بقى يعني كبدايه جيده ونبتدي نكمل بقى ان شاء الله مع مازيمبي ان شاء الله يوم 20. بس في هنا بقى في كذا ايشو بقى عايز اتكلم معاك فيها ويا ريت الناس تبقى عندها سعه صدر شويه. احنا هنرجع ان شاء الله بكره هنتوجه في طيران داخلي على مدينه دوالا. وثم هناخد طيران مصر الطيران يوم بعد بكره الساعه 3 الظهر نوصل الساعه 10 بالليل. نوصل يوم 15 يعني يوم 15 الساعه 10 بالليل ولجنه المسابقات ورابطه الانديه حاطين لنا ماتش يوم 17. فهل سيعقل يا كابتن ميدو ان انا بعد اقل من 36 ساعه العب مباراه؟ وعندكم ماتش يوم 20 مع مازيمبي؟ لسه اقول لك لسه بقى مازيمبي يعني انا المفروض ده 17. يوم 18 طبيعي ان اللعيبه اللي لعبت 17 بقى تريح. يبقى انا عندي يوم 19 اللي هو تمرين خفيف قبل الماتش. هل ده برضه يعقل ان انا عايز فرقه اساندها وبتلعب باسم مصر اعمل فيها كده؟ ويوم 23 عندي ماتش في الدوري. طب اوكي انا مسافر يوم 24 عشان هلعب يوم 27 في الكونغو مع اوتروها. فمهما كان عندي سكواد كويس لكن عندي بيبقى فيه اصابات، بيبقى فيه ايقافات، بيبقى فيه ارهاق من سفريات افريقيا الكبيره والطويله اللي احنا بنعملها. فلابد يعني مثلا ماتش سيراميكا ده احنا الاثنين ما عندناش لعيبه دوليه ولا احنا ولا سيراميكا. طب ما انا ممكن العب فتره توقف. الموضوع سهل وبسيط. على فكرة يعني أنا بصراحة في الأساس أنا ضد تأجيل المباريات ما بين المباريات الأفريقية لأن أنا شايف إن اللعيب يقدر يلعب كل 3-4 أيام عادي. لكن أنا بعد سماعي يعني ظروف السفر وإن أنتوا هتقعدوا أكتر ممكن من 48 ساعة مسافرين وسفر طويل جدا، أنا بتمنى لو في فرصة من مباراة يوم 17 دي قدام مين يا استاذ حسن؟ سيراميكا. يا ريت ان لو يعني الحاج عامر حسين سمعنا وان ان ان ان, إن شايفين ظروف السفر بتاع المصري وعنده ماتش بعد 3 ايام قدام مازيمبي ان الماتش ده يتاجل يتلعب في اي وقت تاني. وعايز اعرف من حضرتك هل اتقدمتوا بطلب يعني للجنه المسابقات؟ طبعا انا قبل ما نتقدم بطلب طبعا تقدمت بطلب رسمي عن طريق النادي من اسبوع. انا كنت مع كابتن حازم امام وكان مع اللي هو ثروت سويلم اتحاد الكوره ورابطه الانديه والاثنين فعلا اقروا ان الحاله دي ما ينفعش يتلعب فيها بعد اقل من 36 ساعه ماتش. لكن انا ما اتكلمت مع الحاج عامر. الحاج عامر دايما عنده مشكله في جدول الدوري. لا كيروش عايز يوقف الدوري يوم 9. طب انا هعمل ايه؟ ما عنديش حلول. لا هنا في مشكله. فتقدمنا طلب رسمي من اكثر من 5 ايام بس لغايه دلوقتي لم يتم الرد عليه. وانا محتاج اعرف بكره انا هعمل ايه لان المواضيع يعني احنا بنجهز لمباريات فلازم يكون في دعم ومسانده من لجنه المسابقات ورابطه الانديه وطبعا من اتحاد الكره. وان شاء الله يعني باذن الله انا يعني انا متواصل مع الكابتن حازم امام ومع اللي هو ثروت سويلم ان شاء الله نبتدي الموضوع ده يتحل ان شاء الله فتره قريبه. بس اتمنى ان الكابتن عامر الحاج عامر حسين يتفاهم الموضوع بصوره اسهل من كده شويه ويكون في شويه فلكسبيليتي في التعامل. احنا الجدول ده مش قران. في ظروف ثانيه بتحصل بتجبر الانديه او بيحصل لها ظروف اللي هي ما تقدرش تلعب. فاتمنى ان الموضوع ده يتحل باسرع وقت ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ حسن عمار رئيس بعثه النادي المصري في الكاميرون بشكرك شكرا جزيلا. وقال كلام مهم. انا بس عايز يعني ايه اقول لكم الخلاصه في القصه ايه. الفرق يا جماعه اللي زي المصري المشاركه الافريقيه بتاعتها حمل عليها زياده عن العادي. يعني ايه؟
الناس دي لا عندهم اللكجري بتاعه ان هم او رفاهيه ان هم عندهم سكواد فيه 21 22 لعيب زي الاهلي والزمالك وبيراميدز، فيقدر ان هو يعمل روتيشن ويغير الفرقه ويتعامل مع ضغط الماتشات وكل الكلام ده كله. ده هو بالعافيه 13 14 لعيب مميزين بيغير فيهم على حسب كل مباراه، فهو هيلعب بنفس اللعيبه، فهيجي النهارده هيقع مش هيقدر ان هو يكمل. ده نمره واحد. نمره اتنين، ظروف السفر انا متاكد لو الحاج عامر حسين سمعها، ويعني وطبعا المسؤولين في اتحاد الكوره قدروا ان هم يوصلوا له المعلومه صح من ناحيه الكوره، من ناحيه الكوره بقى ان الكلام ده في الكوره ما ينفعش. ما انت النهارده انت عندك اتنين نجوم كبار في مجلس اداره اتحاد الكوره وجودهم مهم قوي للنقاط اللي انا بقولها لحضراتكم دي. ايه هي؟ ان هم ينقلوا الحته بتاعت الحته الفنيه. وحاج عامر راجل متمرس في 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 في, 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 في اداره انظمه المسابقات والجداول وكل الكلام ده كله، وعنده خبره كبيره جدا، لكن الراجل يعني ممكن يسمع لكابتن حازم وكابتن بركات في الكوره. فلما يروحوا يقولوا له كابتن حازم وكابتن بركات يقولوا له الماتش ده لو اتلعب فرقه المصري دي قدام مازيمبي هتخسر كده كده، لانه النهارده لعب ماتش بره بدرجه حراره عاليه برطوبه عاليه مع تعب السفر، هيروح جاي يلعب ماتش يوم 17 ده لو لعب بنفس اللعيبه هيبقى عنده اربع خمس اصابات وهو داخل بيلعب مازيمبي، ولو لعب بمازيمبي باللعيبه من غير اصابات هيبقوا مش قادرين يقفوا وممكن اصابه في مباراه مازيمبي. فلازم ان يحصل كلام، وانا متاكد ان كابتن حازم وكابتن بركات بعد ما يسمعوا القصه بتاعت النادي المصري، لان احنا كلنا عايزين مصلحه الانديه المصريه كلها، اللي مشاركه افريقيا واللي مش مشاركه افريقيا، اللي مشاركه افريقيا واللي مش مشاركه افريقيا، فلازم يحصل كلام. الناس بيقول لك هيوصلوا يوم 15 اخر النهار، هتلعبهم يوم 17 ازاي؟ وبعد كده عنده ماتش قدام مازيمبي، ماتش كبير جدا ممكن يكون الماتش يعني اللي يقرر المصري يصعد يكمل في البطوله ولا لا، فلازم نساعدهم. وعلى فكره والله انا لو عارف ان المصري عندهم مع احترامي يعني 20 21 لعيب جامدين قوي يقدر يغير منهم معين الشعباني ويشتغل بيهم وبتاع، انا اول واحد اقول لك انا ضد التاجيل، لكن انا عارف الفريق وظروف الفريق هم 13 لعيب 14 لعيب الناس بتعكز عليهم وبتمشي بيهم وشغاله بيهم عشان تقدر انها تكمل الموسم بشكل كويس. فاتمنى ان المسؤولين يبقوا سامعيننا والناس تبقى يبقوا سامعيننا ان لازم المباراه دي، انا شايف ان فير جدا ومن العدل ان هي لازم ان هي تتحرك وتتلعب في اي وقت تاني. كل التوفيق للمصري وبيراميدز في الكونفدرالية، واكيد طبعا لكل الانديه المصريه للاهلي والزمالك طبعا في بطوله افريقيا ابطال الدوري. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم كلام مهم جدا، وهيكون معانا مداخله مع الكسندر سانتوس المدير الفني لبيترو اتلتيكو الانجولي، طبعا المدير الفني البرتغالي اللي عمل مباراه كبيره جدا 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 امام الزمالك وفي المباراه الاولى في بدايه المشوار، وهساله اسئله مهمه جدا عن المباراه ورايه في المجموعه، وهل توقع ان هو يكون متقدم على الزمالك بهدفين في استاد القاهره. كل ده هنعرفه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، والنهارده ودلوقتي هيكون ضيفي الكسندر سانتوس المدير الفني البرتغالي نادي بيترو اتلتيكو الانجولي، اللي عمل مباراه جيده جدا امام نادي الزمالك في افتتاح المشوار وفي اول مباراه في بطولة افريقيا ابطال الدوري، والمباراة انتهت بالتعادل 2-2، وفي ظهور خاص جدا في الاعلام المصري، الظهور الاول وممكن الظهور الوحيد. بيشرفنا ان يكون ضيفي الكسندر سانتوس المدير الفني لبيترو اتلتيكو البرتغالي، وطبعا
هو مش غريب على الكرة المصرية لأن هو دايما كان المساعد المدرب المساعد الأسيستنت كوتش بتاع جوزيه بيسيارو، واشتغل معاه في العديد من الأندية، اشتغل معاه في البرتغال، اشتغل معاه في بورتو، واشتغل معاه في الأهلي في النادي الأهلي المصري ثم لسنوات طويلة يعني. وهو الرجل الأول دايما لبيسيارو المدير الفني السابق للأهلي، اشتغل معاه في الإمارات طبعا في الوحدة الإماراتي وفي النادي الأهلي المصري، ثم بعد كده خد قرار ان هو يشتغل لوحده. والآن يعني طبعا بدأ ببداية الأول في البرتغال، ثم بعد كده خد قرار ان هو يروح أفريقيا وان هو ياخد المشوار في أفريقيا. ودايما البرتغاليين اللي بيبقوا عايزين يبدأوا مشوارهم في أفريقيا دايما بيروحوا لأنجولا. ليه؟ بكل بساطة لأن أنجولا بيتكلموا برتغالي، في جالية برتغالية كبيرة جدا في أنجولا، وانتوا عارفين أن أنجولا كانت احتلال برتغالي، فالأمور بالنسبة لهم سهلة جدا جدا. والقانون القانون البرتغالي، أنجولا على فكرة بلد جميلة، بلد من البلاد الجميلة الجميلة جدا. Alexander, good evening, and it's a pleasure to have you on my show. Good evening. The pleasure is mine. Thank you for your invitation. Yeah, طبعا انا رحبت بيه وبقول له ان شرف ان انت تضيفنا في البرنامج، وقال لي انا كمان بتشرف ان انا ضيفك وشكرا على الدعوه. Alexander, let's start with the Zamalek's game, yesterday's game. What did you think of the game, especially that we all know that Zamalek is a team full of international stars. They all play for Egypt, of course, and Tunisia, Morocco. And I know it's not easy to prepare your team to play such against such a massive club, big club in Zamalek. But I thought you did very well, especially first half. You looked very well organized. The shape of the team was brilliant. You chose to play with high defense, with high line, and I think it was very clever from you. What did you think of the game? Thanks for your considerations. We have to play against Zamalek, one of the biggest teams in Africa. We have to be the best of the best of Petro. We are a good team in Angola, very good team. We did until now a very great job in the inside of Championship of Angola. But Champions League is Champions League, is the best of the best, is a very big challenge, and to play against Zamalek in their home is the biggest challenge that we can do or we can have. We did a very good preparation. We try to study very well Zamalek because but not in the last period, because they did a few games and they played a long time ago. We study the games against Tusker and against Al Ahly for the championship of Egypt, for the Egyptian league, and we saw that we can put problems for Zamalek. We cannot to Zamalek playing as they like. We know we have to stop some players of Zamalek, some strengths. But Zamalek is not only two or three players. It's a collective. It's a strong team. Strong goalkeepers, strong defenders, strong midfielders, strong attackers, and we have to do a good game as a team. I'm very proud of my players because they fight a lot and they
they prepare very well what we want to do in the game. They follow all our ideas. It's not usually for us to play like that inside of Angola, in Girabola, the name of championship of Angola. But we know the game is different. Zamalek is a different different team, a very big team, very quality in wide areas, very quality in the wingers, in the midfielders. And we know we should prepare a specific strategy to avoid the strengths. And after that, when we take the ball, we could make our game we like a lot to stay with the ball, to keep the ball, to make ball possession. Of course, we wanted more. We would like to stay the with more ball in the second half, but there is the problem. Zamalek is not a regular team, is a strong team that they push us. They put more intensity. They push us to back, and that is the problem. If we were more in front, more with ball in the second half, sure, we got the victory. But we did a very good job, and I keep the same intention, the same strategy now. But it's normal. We play very well the first half. Zamalek tried to change the things. They did, but I think it's not fair about who score more or who score less or who has more chances to score. But if we won, my guys, my team deserve it, and almost we win. But we are very happy with our performance in Cairo. Okay, please allow me to translate to my audience. يعني طبعا انا سالت الكسندر سانتوس المدير الفني لاتلتيكو الانجولي اللي طبعا لسه متعادل مع الزمالك وصعب المباراه جدا على الزمالك والمساعد السابق لبيسيرو. سالته عن المباراة ورأيه ايه في المباراة، خاصة انا شفت ان هم كانوا منظمين جدا خاصة في الشوط الاول. فقال لي ان هو عارف ان الزمالك من افضل الفرق في افريقيا، وان هو قال للعيبته ان لازم نكون في قمة تركيزنا وفي افضل مستوى لينا عشان نقدر ان احنا نخرج بنتيجة ايجابية. وقال ان احنا شغالين بنعمل بشكل جيد في الدوري المحلي، في الدوري الانجولي، لكن عارفين ان البطولة الافريقية وبطولة افريقيا ابطال الدوري غير، خاصة امام خصم زي الزمالك. بيقول ان هو استعدوا للمباراة بشكل جيد جدا، وان هو حفظ لعبته الزمالك بشكل كويس جدا من خلال دراسة الفريق، مش في الفترة الأخيرة في كاس الرابطة، لأن عارف أن الزمالك كان بيلعب بأسلوب مختلف وبيجرب لعيبة مختلفة، ولكن اتفرج على مباراة الأهلي ومباريات سابقة قبل كده في الدوري المحلي، ولما اتفرج على المباريات دي عرف أنه يقدر يسبب مشاكل للزمالك. بيقول نقدر نعمل مشاكل للزمالك، وده اللي هو اقنع بيه لعيبته من خلال المحاضره الفنيه للمباراه والتحضير للمباراه. وقال ان انا عملت على وقف مفاتيح لعبهم، لكن هم اقوياء في كل الخطوط. وقال على فكره انا ما بلعبش بالشكل ده في الدوري المحلي، احنا بنهاجم في الدوري المحلي وفي انجولا بنلعب بشكل مختلف، لكن كنا عارفين ان قدام الزمالك لازم نلعب مباراه دفاعيه، وان احنا لما يكون معانا الكوره نلعب على الهجمه المرتده. وبيقول ان طبيعي ان في الشوط الثاني بتغييرات الزمالك اللي اتعملت والانتنسيتي المختلفه اللي قدمها الزمالك او رتم اللعب الاسرع اللي لعب بيه الزمالك في الشوط الثاني هو ده اللي رجعنا لورا، هو ده اللي رجعهم لورا. وبيقول ان هو لو كان قدر ان هو يحافظ على ان خط الديفنس بتاعه يبقى اعلى، وان هو يمتلك كرة اكتر في الشوط الثاني، كان ممكن يحرز اهداف اكتر في الشوط الثاني. لكن رغم كده هو فخور بفريقه وفخور بالشكل اللي لعب بيه فريقه. ألكسندر
Do you really expect to be 2-0 up? Do you really, or you just wanted to defend well and to come out with the game with the match nil, with the draw? Did you expect to score goals? Did you plan to score goals against Zamalek and Cairo Stadium? Yeah, sure. And I don't say that because we scored two goals. Our team is one of the best teams score goals. Okay, is inside of Angola, but if you see our results in Angola, we score in every matches unless one matches until now. Even for Champions League, we score every time outside two goals in the two eliminatories of to assess for these two stage group. We score two goals in two times outside. For us, we like a positive game. We training very positive offensive game. We like to keep the ball, but we know in this type of situation, Zamalek sure will take the ball also, and we cannot to think that will be a game only one way or only to Petro with the ball. Of course, we have to suffer. We have to defend more than maybe than the other games before. But we know we can score, and we can try to win, and we can put our game. Our words and my words in the stadium or inside of the changing room, even in the halftime, I said, is for us, okay, is perfect to win 2-0 in the first half, but the game is not over. We have to go inside to like a 0-0 and try to score another one. Okay, it's not easy because Zamalek puts us to back and put more problems than the first half. But I expect to do that. I didn't. If someone said to me, we will win in the first half 2-0. Okay, I didn't expect 2-0 because it's not easy to win. To score two times and don't suffer any goal against Zamalek, but we play well. Zamalek maybe didn't expect that type of strategy, that type of conditions to take the ball, and I think we could score. And even when we when the Zamalek push us to back. After Zamalek scored the first goal, we tried to get another goal. We had one very big opportunity that Gasbaski saved very well. And if we did 3-1, okay, maybe it's not fair because Zamalek played more in the second half, but it's football. And our attack, only I know the problem for us to don't attack more and to don't score again in the second half was the strengths of Zamalek to put our wingers back, to put our defensive right back and left back too much defender, too much back. If they go more up and if they can and they go up more, maybe we did more one goal and killed the Zamalek. But it's football. We have a little opportunities, but Zamalek did a very good job to try to score. I think in the last minutes we controlled better the game, and my players didn't expect it. After too many opportunities of Zamalek, we didn't suffer. We suppose in the last minute it's done and it's a victory for us, but Zamalek did the last minute that situation, and it's football. But I never we went to Egypt to take 0-0. We don't play like that. All the season we play to score to win all the games is our mentality. Okay, we know
Zamalek is different team, much bigger and much better than the mostly of teams in Africa and the all the teams in Angola. But we try to do our best and we try to do the same as we training every year since now. اوكي يا الكسندر يعني طبعا انا سالته هل توقعت ان انت تكون متقدم على الزمالك بهدفين في استاد القاهره وهل انت ده كان البلان بتاعك ولا جيت ان انت تدافع بس فقال لي انا خططت لكده خططت ان انا احرز اهداف وما بقولش كده عشان انا احرزت اهداف وان احنا احرزنا اهداف ولكن انا ما دربتش فريقي على الدفاع بس دربته احنا كمان واحنا معانا الكوره نعمل ايه وقال لي ان انا فريق دايما ايجابي فريق دايما بيحرز اهداف في كل المباريات ولكن قدام الزمالك كان لازم نلعب باسلوب مختلف ونسيب لهم الكوره في اوقات كتيره من المباراه وبيقول اكبر دليل على كده ان انا كلامي بين الشوطين اللعيبه قلت لهم احنا متقدمين بهدفين لكن لازم نحاول الشوط الثاني ان احنا نحرز هدف ثالث ولكن اسلوب لعب الزمالك هو اللي فرض على الباك رايت والباك ليفت بتوعي ان هم يقفوا على الاجنحه بتوعي ان هم يدافعوا بشكل كبير علشان كده ما قدرناش ان احنا نتقدم ونحرز اهداف ورغم كده اتيحت لنا فرصه ولولا تالق جباسكي كان ممكن تبقى النتيجه 3-1 وصحيح لو كانت النتيجه 3-1 ما كانش هتبقى مباراه عادله ممكن لان الزمالك اضاع فرص كتيره لكن هي دي كرة القدم ولكن أنا ما جيتش مصر من أجل التعادل أنا جيت مصر من أجل الفوز على الزمالك رغم أنه عارف أن أنا عارف أنه هو فريق كبير جدا ألكسندر باتريس كارتيرون ده هيد كوتش اوف زمالك هي ميد تو تشينجز ات هاف تايم وذ شيكابالا اند اوباما اوف كورس getting into the game, coming on, and they made a big difference, didn't they? They played Zamalek played with much more high intensity with Shigabala into the game, and with Obama coming in as a number eight, Zamalek had a proper playmaker who can. Pass the ball between the lines, and at the same time, he get into the box. Obama is very good at getting into the box, late into the box, as they say, of course. Do you think them two changes changed the way of Zamalek? Do you think that Zamalek should have started with Obama as a number eight and should have started with Shikabala? Or do you think it was a good move from Patrice Cartonon to save them with him and to have them with him for the second half? You are right in your consideration and your analysis is a very smart analysis. That I think the changes of Zamalek was two things: was the players, but more than the players was the. Maybe the mentality that they think if they don't change anything, they will lose. And nobody wants to lose. Zamalek maybe didn't think finish the first half against Petro to lose 2-0 and to don't control the game. But we expected Obama... we expecting that when we saw that he will not play in the first 11 is the decision of the coach maybe about the players who come to the from the can who come from the lot of games difficult games and maybe tired maybe but this is a work of a job of my colleague coach of Zamalek for me When I saw they enter, I see we have to keep the ball. Also, we have to try to keep our intentions of attack. But really, in 5-10 minutes, Zamalek with Shikabala and Obama did different things that that it's happened in the first half. And that was the problem. My team
needs to come back, needs to defend more and pressure less in the front. I think the problem was that for don't keep the Zamalek more far away from our goal. And two or three times Zamalek could score. I didn't expect it. Chikabala come with that creativity, but I met Chikabala first in Portugal and after in Egypt, because I have been there and he played. But I didn't expect Chikabala come to the game so soon and bring the creativity to put the balls inside of the space that in the first half Zamalek couldn't do. I think was the way that Zamalek changed. But even that, after 2-1, okay, we had 10-15 minutes very hard for us with a lot of opportunities of Zamalek, good saves of our goalkeeper. But after that, we control better. We with our substitutions, with the players that go inside, put more balance in the game, put more quality, put more offensive a little bit. And I suppose after minute 80, I remember the last opportunity, big opportunity of Zamalek. The last 5 minutes, 6 minutes, we controlled that. We controlled the things. But okay, one corner, two corners, and that that was happened. Maybe if finish 2-1, maybe was not fair for Zamalek, but was fair for us, for our fighting, our commitment, and maybe more critics for Zamalek and for my colleague. But we are coaches, and our job is like that, to change the things when is wrong, or to keep the things when is right. ألكسندر سانتوس المدير الفني لبيترو أتلتيكو الأنغولي بشكرك شكرا جزيلا. Thank you very much my friend for joining us on the show, and I wish you very good luck. يعني طبعا شكرته, لكن هقول لكم على الجزء الأخير, لأن أنا سألته أسئلة يعني فنية, أسئلة في الكورة بشكل كبير جدا. قلت له هل تغيير أوباما وشيكابالا بين الشوطين من باتريس كارترون أربكتك وعملت لك مشاكل, خاصة إن الزمالك في الشوط الأول ما كانش عنده لعيب نمرة 8 يقدر يصنع اللعب من ديبر بوزيشنز أو من أماكن بدري في الملعب؟ فقال لي فعلا تغيير أوباما, قال لي أول حاجة أنا كنت متوقع إن أوباما يبدأ, ولكن مش شغلتي وما بدأش ليل, دي شغلة الكوليج بتاعه الزميلي باتريس كارترون, طبعا المدرب الزمالك. ممكن يكون بسبب كان عايز يلعب لعيبة كانوا موجودة في الكان, أنا معرفش ليه, لكن لما فعلا أوباما لعب نمرة 8 قدر الزمالك إنه هو يلعب بشكل مختلف. وقال إن أنا كان لازم لما شيكابالا وأوباما نزلوا هما الاثنين قدروا يلعبوا بأسلوب مختلف, وفريقي ما قدرش يكوب أو يتعامل مع الأسلوب المختلف ده اللي مختلف عن الشوط الأول. ده نمرة 1. نمرة 2 قال أنا ما تخيلتش إن شيكابالا ينزل بدري قوي كده, وما تخيلتش إن هو لو نزل هيبقى كويس قوي كده, هينزل هيسبب لنا إزعاج كبير. وهو الواضح إن هو الفكرة عنه عن شيكابالا إن هو فاكر إن شيكابالا مش جاهز, يعني هو فاكر إن شيكابالا بدنيا مش جاهز, ولكن هو ده ممكن اللي اتغير, اللي هو مش قادر ما كانش بيفكر فيه, لان شيكابالا بيتمرن كويس جدا, وشيكابالا جاهز وجاهز للمشاركه في اي وقت, وده مهم جدا للزمالك, لان شيكابالا اللعيب الوحيد اللي يقدر يصنع الفارق في اي وقت في المباراه في الزمالك. مع احترامي لكل اللعيبه اللي موجوده, كلهم لعيبه مميزه, لكن شيكابالا يقدر يصنع حاجه مختلفه. هو المدرب ألكسندر سانتوس بيقول ان انا ما توقعتش كده, ما توقعتش ان هو ينزل بدري, وما توقعتش ان هو لما ينزل يكون بهذه الجوده, وان هو يحط لنا مشاكل ويسبب لنا مشاكل كتيره بالكور الكتيره اللي بيعملها جوه ال 18. يعني طبعا بيقول ان الربع ساعه اللي بعد الجول كانوا اصعب ربع ساعه بعد جول الزمالك, ولكن بعد كده قدروا يسيطروا على المباراه مره تانية لغايه
نهايه المباراه دي كانت مداخله الكسندر سانتوس المدير الفني بيترو اتلتيكو الانجولي المدير الفني البرتغالي المساعد السابق لبيسيرو. كل التوفيق للزمالك ان شاء الله في انه يقدر ان هو يتخطى هذه المجموعه. تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل معايا نجم الاهلي السابق الكابتن محمد عبد الجليل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا. ضيفي الكابتن محمد عبد الجليل واحد من احسن لاعبي جيله. لعب للاهلي ولعب للزمالك كان لعيب يعني للشباب الصغير اللي ما حضروش كان لعيب حريف قوي يعني. كابتن عبد الجليل مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. ايه الاخبار عامل ايه؟ انا اللي كنت حريف؟ لا انت كنت حريف طبعا. انا ما كنتش حريف زيكم. لا ازاي يا كابتن؟ لا انا كنت بضرب وبجيب الجوان بدماغي و... يا كابتن انت الانديه اللي انت عرفتنا يعني ايه سيلتا فيجو. انت حظك ان ما كانش فيه الماتشات بتتذاع زي دلوقتي. صحيح. ولا اياكس ولا إن انا قلت سيلتا فيجو لان دي انا حاسس ان هي كانت الفتره كويسه جدا ليه. كانت كويسه واياكس طبعا وتوتنهام. فانت حظ كابتن. لا انتوا الجيل بتاعكم كان يعني كلكم كنتوا لعيبه حريفه يعني كنت أخير. تلاقي في الاهلي في 3 4 لعيبه اللي بيلعبوا الحته دي حريفه جدا. وعلى فكره ممكن اسلوب اللعب بثلاثة ورا ولعيب ارتكاز واثنين قدامه كان انتوا دايما كنت تلاقي الاثنين كنت دايما تلاقي الاثنين دول جامدين جدا. ما بالظبط ما كنتش بترجع تدافع كتير. أيوة. لما بيجيلك معاك نفسك بتقدر تشتغل يعني. ساعات كان نادي الزمالك بيلعب باسماعيل يوسف وحازم امام وصبري ثلاثه صبري وحازم طايرين اسماعيل بياكل الملعب زي كده. كان ايامنا مجدي عبد الغني او هادي خشبه كان واكل الحته دي. كان مين يلعب في نص الملعب في الاهلي يعني؟ مثلا كابتن مجدي عبد الغني وعلاء ميهوب وبعدين انا وشويه او كابتن طاهر وبعدين كان بدر رجب وكان عمرو انور. بس يعني انا جت سنه او سنتين كنت ايه بشتغل مع اي 2 3 يعني كنت بلعب اللي هي رقم 10 اللي اتلغت دلوقتي اللي لغوها. لان ساعات كانت بتلعب 10 و2 فراوده برضه و2 فراوده ما هي 5 3 2 يعني. كان فايتسا لما جه رجع 5 دي اللي ورا والاثنين الارتكاز وانا و2 فراوده. كان ألان هاريس كده برضه بس ألان هاريس لعب 4. بس احنا كان عندنا مشكله كابتن ميدو ان مثلا الكره جات لي فاروح عاملها بالكعب فما لاقيش الجمهور يهيص جامد. ليه؟ لان قبليها بدقيقتين الكابتن علاء ميهوب عاملها، قبليها بثلاث دقائق طاهر بزيد عاملها. كابتن طاهر بدر عمرو وليد صلاح كان بيرقصوا. طب ودي مشكله في ايه؟ ان يعني الناس اتعودت عليها. الناس يعني انت شايفين الكعب ده والحاجات اللذيذه دي كتير في الماتش فخلاص عادي في 5 6 بيعملوا بالكعب. انما في ازمنه بيطلع لعيب بس هو اللي بيعمل الحاجات دي. زي ابو تريكه لما ظهر الخارجي على طول. قصدك ما كان قصدك ان عدد اللعيبه المميزه كان اكتر بكتير. كان اكتر. لا ف... لا, لا. ف... طب انت دي طرق لعبك. طب انت 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 لعبت في وقت انا بقول ان هو وقت او عصر ذهبي للدوري المصري بشكل عام. عدد لعيبه موهوبه ومميزه في كل وفرق في كل الفرق.
يعني كنت تلاقي مثلا بلديه المحله تلاقي مثلا فاروق وتلاقي اسامه حامد اكرم عبد المجيد واكرم عبد المجيد وعماره ورضوان ووالد محمد الناصر النني ده كان ديفندر دريب جامد يعني وكابتن ناصر النني كنت تروح مثلا الاتحاد تلاقي احمد ساري واحمد الكاس تروح لعيبه كتير كلهم لعيبه مميزه الاسماعيلي طبعا تعرف تطلع بونت بالاسماعيلي تعرف تطلع بونت من المحله زمان والله كابتن الشورى والمشائي لا فرق تقيلة يعني كل فرقة فيها خمسة ستة تقال يعني انت بتروح انت عامل حساب فلان وفلان وفلان اتحاد عامل حساب لفلان وفلان اي فرقة انت فاهمني فده اللي كان مخلي الدوري قوي جدا صعب وما كانش فيه شركات وما كانش فيه بيشتروا في لعيبة وما كانش فيه الانتقالات السهلة ديت والاعارات يعني احنا الجيل بتاعنا لو كان فيه اعارات يا كابتن ميدو انا كنت روحت حته ورجعت الاهلي تاني روحت حته ورجعت الاهلي تاني يعني انت فاهمني زي اللي بيحصل يعني ده في ناس متقيده في الاهلي اربع سنين ما لعبتش لسه في الاهلي فدي كانت ميزه ان فعلا كانت اللعيبه كتيره يمكن الامكانيات الماديه ما كانتش كبيره بس المهاره واللعب كان طاغي على الاداء يعني كابتن قول لي شفت ازاي حصول الاهلي على الميداليه البرونزيه في ابو ظبي في كاس العالم للانديه خاصه ان يعني الاهلي بدا كويس قدام مونتيري وبعد كده في المباراه الثانيه امام بالميراس ما كانش فيه توفيق وبعد كده عمل مباراه كبيره جدا امام الهلال شفت ماتش الهلال ازاي بالذات شفت ماتش الهلال ان لعيبه الاهلي التصريحات اللي قبل الماتش استفزت اللعيبه بتاعت الناس في السعوديه بتاعت واحنا والمصريين انا واحد بس ما رضيتش اقولها لا انا كنت قلقان ما انت شايف الهلال محترفينه بامكانياته واسم والاهلي ظروفه طالع من بالميراس وحش قوي وده مش يعني انا بقول اداء لعيبه وتكتيك من موسيماني لان انا الاهلي ما ينفعش ادافع انا سمعتك مع الكسندر لما قال لك انا جاي العب الزمالك فهلعب بطريقه دفاعيه شويه بس انا فرقتي عارف ان انا بجيب اجوان على طول في الدوري الانجولي مع الفارق بس هو مدخل جوه دماغ الاولاد ان لازم تجيب جوان لازم تجيب جوان فانا الاهلي كده كده يعني على طول لازم يهاجم من قدام ولازم يضغط ولازم يلعب زي ما لعب قدام الهلال على فكره برافو عليك اول ربع ساعه قدام الهلال هي ده لو كان الاهلي نزل دافع قدام الهلال انا بقول لك الهلال كان يركب الجيم برافو عليك بس هم اتفاجئوا صح على فكره هم اتفاجئوا ان في ضغط عالي وان في كثافه عدديه في الثلث الاخير هو الراجل غير الطريقه برده لعب 4 3 3 وحط الستاره دي اللي هي حمدي واليو ديانج والسوليه فخلاص بقى سهل ان انت تقطع الكره الثانيه منهم سهل ان انت تستحوذ فده اللي خلى اداء الاهلي وعلى فكره الهلال لو كان كمل مكتمل كان الاهلي هيكسب برده بالانطلاقه اللي هو فيها دي كانش الماتش هيطلع 4 وكان ممكن يبقى 2-1 1-0 انما زي ما حضرتك بتقول فعلا لا النادي الاهلي فرض اسلوبه على الهلال هم خافوا من بالميراس قوي او اللعيبه ما كانتش فايقه ممكن او موسيماني لعب بطريقه ولكن ارجع اقول لك ان موسيماني لا دخل التاريخ لو اتكلمنا في نتائج انجازات لا يمكن بيعادل دلوقتي جوزيه ما خدش مرتين تلت عالم جوزيه ما خدش 2 افريقيا في سنه واحده فدي حاجات تتحسب لموسيماني واعتقد ان النادي الاهلي تورط كده ان هو يجدد طب انا عايز اسالك سؤال تورط ليه ان اي نادي في الدنيا لما بيصدق يلاقي مدرب كويس صح مدرب كويس ومدرب عارف يتعامل مع اللعيبه وعنده اخطاء يعني انا بقول ان هو عنده اخطاء كلنا عندنا اخطاء ولا وعنده اخطاء ممكن في التعامل مع الاعلام في كلامه في التصريحات لكن ليك كلمه طلعت من بقك وسمعتها من ناس كتير الاهلي اتورط خلاص ايه ليه اتورط في العقد ما يعني هو يعمل له عقد يعني وراجل هيفرض شروطه فالراجل تصريحاته مضايقه الناس في الاهلي النادي الاهلي ليه سيستم معين منه محدش يطلع بره السيستم ده ومحدش يتكلم عن النادي الاهلي ومحدش يشترط على النادي الاهلي ومحدش يتامر يعني هو ده النادي الاهلي وده اللي منجحه فهو لقى ان الراجل يعني اخر مره تصريحاته يعني اللي هو ايه يعني مش هتخلصوا بقى ومش هتشوفونا مش انت فاهمني والتوقيت وعندي عروض في الخليج ودايما يرمي لك كلمه الخليج كده مع ان احنا بقينا الخليج
يعني احنا هنا بنجيب لعيبه بسم الله ما شاء الله من تونس ومن الجزائر، بندفع ملايين زي السعوديه والامارات دلوقتي. يعني صحيح بقينا يعني مصدر قوه في الماديات هنا، مخليه الفرق كلها عندها لعيبه محترفه على مستوى عالي. انا كان نفسي اشوف النهارده في بيراميدز اللعيب بتاع بوركينا ده، بس لسه هيلعب، لسه كبير قوي يا كابتن ميدو. لعيب كبير قوي. فاقدر اقول لك ان يعني موسيماني مش سيء قوي، بس برضو النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت اتضايقوا، الاداره اتضايقت شويه. اتمنى ان هي تعدي، لان الجمهور بتاعنا لما بيحب حد بيدلعوا زي ما بيقولوا. بس عايز اسالك سؤال، هل انت في رايك ان ان ان, إن اول لما موسيماني يجدد، لان انا متخيل كده، انا متخيل ان اول ما موسيماني يجدد هيهدى اعلاميا، يعني هو في حاله ممكن توتر شويه. ساعات على فكره البني ادم، مثلا البني ادم مدرب لعيب مثلا كان بيبقى قلقان على مستقبله، طبعا قلقان هيقعد فين، هيقعد في مصر، هيروح ايه اللي هيحصل. هل انت في رايك ان التجديد ممكن يهديه جامد؟ يهدي؟ طبعا. طبعا طبعا طبعا، وهيهديه ويخلي تصريحاته مقبوله، وهيخلي يركز اكتر في الملعب. برضه هو الفتره اللي فاتت مشوش، يعني برضو واخدين منه احسن عناصر عنده في المنتخب، وراجل ما اتكلمش وما اشتكاش، وحتى النادي الاهلي ما اشتكاش. يعني النادي الاهلي كمل وقال انا مصر اولى، ودي حاجه تتحسب النادي الاهلي. يعني اي نادي تاني او اي حاجه اقول لك لا مش هلعب، مش هروح، مش هينفع، هتفضح، هتغلب، هتعمل. في النادي الاهلي لا، في الحته دي. فانا شايف صح لو هم جددوا له، بس اعتقد النادي الاهلي هيجدد له سنه مش سنتين. يعني هي اخر السنه دي والسنه الجديده. انا في رايي ان هو اخر قصدك سنه ونص يعني. انا بشوفه مدرب كويس، مدرب كويس جدا. انا كنت لعبت ضده في الملعب شفته. لا بس برضو بس دي في كل العالم لازم اللعيبه تبقى فايقه يا كابتن. والله يا كابتن لو مهما انت تعمل وتسوي، لعيبه نازله عندك 7-8 لعيبه وحشين، مش فايقين، مش في يومهم، شغلك مش هيبان. انما اللعيب فايق حتى 70% مع شويه ال 30% اللي انت بتقول لهم وتحفظهم هنا وتحفظهم هنا، بيبان المنظر ده. انما انا قلت وعدت وزدت واللعيب نزل تعبان، مكسل، مش قادر، الميس باص بتاعه كتير، فدي بتفرق يعني بصراحه. طب اي واحد من واحد من اللعيبه، جيبوا لي يا جماعه الفيديوهات بتاعت استقبال محمد عبد المنعم في قريته، عايزين نفرج الساده المشاهدين. واحد من اللعيبه المميزه جدا اللي ظهرت يعني بقوه في الفتره الاخيره وظهر بشكل جيد جدا يعني في كاس الامم الافريقيه، وانا الحقيقه كنت متفاجئ بشكل كبير جدا بشخصيته، مش مستواه بس، بشخصيته. برافو عليك. وانت شايف عودته للاهلي ازاي محمد عبد المنعم؟ هل هيضيف كتير للديفنس بالذات في بقى الاهلي داخل على ماتشات بطولة افريقيا ابطال الدوري وماتشات صعبه جدا وضغط كبير جدا في ماتشات الدوري؟ انا شايفك متحمس لان انت بتحب الناشئين. بحب ناس كتير. لا طبعا، اصل انت بتطلع ناس كتير. اي ولد بيلعب فين، حتى لو طلع في الاهلي، طبعا لو ولد طلع في الزمالك اكتر هبقى بتفرح. انما دايما اي ولد صغير طالع كويس ببقى يعني عندي حماس كبير جدا ليه. كيروش مبسوط عشان بيعمل كده، بيطلع الصغير، لان انت جريء في الحته دي. انت مطلع من دجله ومن المقص قد كده. منعم لا، فرق في ماتش كمان باينه، كانت شخصيته باينه. هيبقى من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي. يعني ممكن هو يلعب جنبي بقى، ممكن رامي ربيعه، ممكن ياسر ابراهيم، ممكن ايمن اشرف، بس محمد هيبقى من الاساسيين لانه نضج في البطوله الصغيره دي. يعني شوف اللعيب بينضج بعد سنتين ثلاثه اربعه. لا ده نضج قبل الاوان زي ما بيقولوا. وشخصيته هيخليه يكمل. ما الشخصيه دي مهمه كابتن. يعني شوف ياسر ابراهيم لما جه من الزمالك، هو من ناشئين الزمالك على فكره. لما دخل كان هو في سموحه شويه، كنا متابعينه، وبعدين دخل على النادي الاهلي برضه ايه حصل له دروب، ويطلع ينزل ويطلع ينزل. محمد عبد المنعم لا، انا حاسس ان هو هيكمل، هيبقى امتداد للي هي المساكين الكويسين زي وائل جمعه، زي قبل كده هاني رمزي، لانه عنده الخبره ان هو يلعب ان شاء الله. اتمنى له التوفيق، وده حقه ان هم يستقبلوه. في الراجل كانش بيلعب يا كابتن ميدو، انت عارف، انت بيلعب في فيوتشر طبعا، مع الاحترام ليها وبتاع، بس الاهلي والزمالك حاجه تانية. حتى اللي بيلعب في بيراميدز يعني فين وفين لما يعمل حاجه. رمضان صبحي وهو في الاهلي لو عمل نص اللعب اللي بيلعبه بيراميدز بيتكلموا عليه.
فالنادي الاهلي خلي بالك كان محتاج كابتن عبد الجليل كان محتاج ان هو يكون في نادي ممكن الضغوط اقل زي فيوتشر, وان هو يقدر ان هو يلعب وياخد مساحه لعب ويشتغل مع مدرب مؤمن بيه. يعني علي ماهر برضو عنده ميزه خلي بالك انه بيحب الاولاد الصغار وبيحب اللعيبه الصغار, فهو استفاد من فتره فيوتشر طبعا. كويس قوي فيوتشر. وبعدين على فكره مش اي نادي ان هو ايه لما الاهلي يطلع على فكره ما كانش فيه بند في العقد ان هو يرجعه, دي بالعلاقات علاقات انت بتحترم نادي كبير وبتشتري بالبلدي كده بتشتري خاطر نادي كبير وده طبيعي عشان المستقبل والمستقبل بالظبط يعني انت راجل عارف ان الاهلي بيفرز لعيبه بالظبط فالاولويه تبقى للفيوتشر بالظبط دي ذكاء للاهلي والزمالك على فكره يعني للانديه الكبيره. انت شفت كم اللعيبه اللي طالع من الزمالك للاعارات وكم اللعيبه اللي طالع من الاهلي للاعارات, فانا شايف انها خطوه كويسه النجم جدا يعني مفيش مشكله اللعيب يرجع ويكمل وانه يشتغل. لكن انا النهارده اتفرجت على فيديو لسه ما جهزوليش استقبال اهل قريته ليه وفرحت بيه جدا يعني طبعا ان 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 ولد ممكن يكون اخر مره مشي من 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 بلده مش بلد حد يعرفه اتنين بيسلموا عليه ازيك يا كابتن مش ازيك يا كابتن محمد ازيك يا كابتن هو الكابتن راح الكابتن جه عايز افرجك بص قبل ازاي بسم الله هنا. بس انت تقول له يا كابتن انا ايه تقول له ايه انا اقول له خلي رجليك على الارض ما تطيرش الله يفتح عليك يعني اقول له خلي رجليك على الارض اوعى تطير اوعى تطير ولازم تعرف ان كل الناس دي بتحبك وفخوره بيك ان انت من بلدها, لكن لو فشلت محدش فيهم هيسلم عليك. برافو عليك يا كابتن. لا مهمه دي اصل انا بخاف على اللعيب الصغير يا كابتن ان زي كده مثلا مره واحده يضرب فتقلق عليه. هو وعمر كمان لعب واحد بس عمر متاسس لان والده كان في المنتخبات فمؤسسه في كابتن كمال فمؤسسه ان هو الولد يفضل كده. انما انا خايف على محمد عبد المنعم من الحته دي بس ان شاء الله لانه هو دخل نادي برضو ليه جماهيريه زي كده وهو انت بتقول لي كان لازم يستوي اكتر من كده هو هيستوي اكتر من كده في كاس العرب وكاس افريقيا ده 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 خلاص دخل الفرن خد جرعه جامده. طب عايز امبارح واحنا بنتفرج على ماتش الزمالك كابتن عبد الجليل لقينا ولد لابس فنانه الاهلي واقف وسط جمهور الزمالك عايزكم تجيبوا لي الصوره دي يا جماعه وبعدين اهي الصوره اهي وزعلان لا بعدين بقى ايه جابوا الكاميرا عليه لما الزمالك دخل فيه جون زعلان جدا فدخل معايا واحد امبارح انتحل شخصيه الولد ده قال ان انا هو وبتاعه انتحل شخصيته فاحنا طبعا فريق العمل بتاعنا اشتغل وعرف على طول ان اللي دخل ده مش هو احنا يعني ايه حاولنا نجتهد ان احنا نشتغل لكن طلع الشخصيه الحقيقيه ولد اسمه محمد محمود هو ده الشخصيه الحقيقيه هو موجود معانا في الزوم هو كابتن عبد الجليل هو صاحبه يوسف الزملكاوي اللي راحوا مع بعض الماتش ده بيأزروا بعض والله والله يا شباب محمد مساء الخير ازيك يا يوسف مساء الخير يا كابتن مساء الخير يا كابتن ميدو حبيبي ازيك يا يوسف انتوا صحاب انتوا الاثنين يعني الحمد لله كويس طب انتوا ايه الفكره جت ازاي ان محمد يروح معاك ماتش الزمالك الفكره جت ازاي يا محمد والله هو حضرتك هو كلمنا كابتن ميدو قال ان هو يعني انا كلمته كنت رايح الماتش وكده اول ماتش طبعا في البطوله وكده فكلمته عادي كاصدقاء يعني يجي معايا يعني الماتش وكده فهو ريدي باللي انا قلت له عليه وسمع كلامك من احنا اخوات واصحاب فجه طب استقبلوه يعني كويس في المدرج يا يوسف بالفانله الحمراء طبعا في المدرج يعني كامل قلق يعني واحد اتنين صور كده بيتكلموا معاه اللي هو انت جاي لابس شيرت الاهلي ليه بيهزروا مع بعض عادي فالموضوع اللي هو عادي يعني هزار وفضل مكمل تاني في معايا يعني في المدرج وعادي يعني انتوا اول مره يوسف تروحوا محمد اول مره تروحوا مع بعض ماتشات اهلي يعني ماتشات لفرقه الفرقه المنافسه اول مره يروح معايا بس انا دايما بروح الاستاد وعلى طول يعني وانا برضو كنت بروح الاستاد في مباريات الاهلي بس انا اول مره نروح مع بعضينا في ماتش زي كده فريق واحد وانا اول مره احضر ماتش للزمالك وهل يا محمد هتكرروا التجربه دي تاني هل كنت خايف ان الزمالك يتغلب يبقى وشك وحش عليهم طبعا كنت قاعد طبعا قلقان لما الهدفين دخلوا في الزمالك وعادي وبدانا وراه كنا بنت في اللعيبه كلهم وكنت بهدف معاهم برضو حتى كان فيه تفات كانوا بيقولوا انا ما كنتش حافظها رحتوا فين
بس والله العظيم برافو عليهم انا خدت جامده جدا دي. انا خدت الصوره ورحت على طول بعت لفريق الاعداد قلت لهم جابوا لي الراجل ده. اصل شفتها غريبه جدا الكاميرا جت عليه. لا بس حلوه حلوه قوي. بالنسبه لك كان زمان الكلام ده بيحصل؟ لا زمان ايه. بس اقول لك على حاجه. انا وعمرو انور 88 كنا بنلعب فريق اول وكان فايتس مسكنا وكان كابتن ابو رجيله ماسك الزمالك. الزمالك كان فيه مين؟ جمال عبد الحميد وحماد عبد اللطيف ورضا واحمد رمزي. والله يا كابتن ميدو كنت بروح انا وعمرو نخلص التمرين يبقى الزمالك عنده ماتش، كان ماتش المصري فاكره قوي. ونطلع نقعد عند الساعه انا وعمرو. تروح ماتشات الزمالك؟ ليه؟ نستفاد. اصل دول لعيبه كبيره. كنت بتمتع بيهم يعني حماده ورضا. ده في عز ما انت بتلعب في الاهلي. في عز ما انا بلعب في الاهلي واحنا اليوم سنه خدنا البطوله وكان جمهور الزمالك يشوفنا يشاور لنا ومحدش يشتم ولا حد بيتكلم. مقدرين ان انتوا رايحين ده. بيشوفونا على طول يعني رحتها ثلاث اربع مرات انا وعم نقعد فوق الساعه ونتفرج. طب تعالى نكمل كلامنا مع محمد ويوسف. يوسف يوسف عايز اسالك عن ماتش الزمالك مع حضرتك كابتن ميد. قول لي ايه رايك في ماتش الزمالك والزمالك هيقدر يصعد من المجموعه دي ولا لا؟ ان شاء الله كابتن ميدو باذن الله هتبقى بدايه خير باذن الله. هو حاجه بس انا فرحان بقى للماتش. انا طبعا تعادل بالنسبه لي ما يفرحنيش. تعادل بالنسبه لي بس هي حاجه للعيبه ان دي تبقى بدايه خير علينا ان شاء الله في اول المجموعه وان شاء الله نسعد باذن الله. يعني تبقى روح كده للعيبه اللي احنا جبنا برده جون في اخر دقيقه وان شاء الله يكون خير على اللعيبه كلها وباذن الله باذن الله باذن الله البطوله زملكاوي باذن الله السنه دي ان شاء الله باذن الله. بعد اذنك كابتن ميدو يوسف، ماتشات اهلي والزمالك بتقعدوا مع بعض في البيت مثلا بتتفرجوا دايما انا واخويا بتهيسوا على بعض ولا بص محمد بيضحك ازاي؟ بتهيسوا على بعض في الماتش ولا عادي؟ والله في البيت وبنهزر وكل حاجه. حبيبي يا يوسف، حبيبي يا محمد، بشكركم على مشاركتكم معانا. وهو ده الراجل الحقيقي يعني، احنا اتضحك علينا امبارح. وعايز احييكم على روحكم الرياضيه وعلاقتكم ببعض وعلى فكرة هي دي مصر. هي دي مصر اللي في ناس تانية كتير حاولت تفهمنا حاجة مختلفة. طول عمرنا كل واحد فينا بيموت على النادي بتاعه، لكن في الاخر كلنا اخوات. تلاقي اتنين اخوات في البيت، واحد اهلاوي واحد زملكاوي، اتنين ولاد خالة ولاد عم. كل طول عمرنا وقت الشدة يا كابتن بتلاقيهم ماسكين ايدين بعض. والله صحيح، انا عشان كده كنا حوار لا لا جامدة قوي. دي قنبلة عجبتني. الله يخليك. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد عبد الدين. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا وضيفي الكابتن محمد عبد الجليل. كابتن محمد، الزمالك الزمالك يعني بدايه غير متوقعه. كل الناس افتكرت ان ده هيبقى ماتش سهل على الزمالك، ولكن الحقيقه جوه الملعب بينت ان هو كان ماتش سهل. في رايك النتيجه دي ممكن تاثر على فرصه صعود الزمالك للدور الثاني وصعوده من المجموعه دي؟ لا، لان هو اللعب هيبقى بينه وبين بيترو اتلتيكو، لان بيترو اتلتيكو هتوقف الوداد برضه، مش هم معاهم في الوداد في المجموعه وكسب اول ماتش 3. لا بيترو هتتعب. لو الزمالك تعادل او كسبها هناك يعني نسبه 90% صعد اول او ثاني، يعني لان الثلاث فرق دول، الفرقه الثالثه دي الرابعه دي هتبقى حصاله بتاعت المجموعه مش قويه خالص. انما ده المتوقع من الزمالك في كل بطوله بقاله فتره، بيبتدي وحش. يعني السنه اللي فاتت او اللي قبليها على ما اظن، السنه اللي فاتت تعادل مع المولوديه واتكعب، بعدين في الاخر متهيالي وصل ولا برضو ما وصلش. لا ما وصلش، ما وصلش. لا هي السنه اللي قبليها اللي وصل بالعافيه، سنه الكونفدراليه. الله يفتح. وصل بالعافيه. أيوة. وخد البطوله. وخد البطوله. بدا وحش برضو. هو كان باين يا كابتن من كاس الرابطه. يعني هو كان هو وبيراميدز كان مؤشرهم باين من كاس الرابطه ان مفيش تركيز. بيعتمد على الناشئين وعايز يلعب ناشئين ويطلع ناشئين. بس لما رجعوا له اللعيبه المحترفه اللي هو زي اشرف برضه ما لعبش حد منهم خالص. لعب كله ناشئين. فماتش امبارح كابتن الزمالك وصل الماتش متاخر خالص.
وباين من الكسندر اللي انت جبته في الزوم ان هو قاري الزمالك، حافظ الزمالك بالظبط. يعني هو كلامه معاك هو قال لي على فكره الماتش. قال لي على فكره الزمالك اتفاجئ بالشكل بتاعنا بالظبط، ما كنتش متوقع ان هيجي يضغطك كده ويهجم، زائد ان اللعيبه بتاع الزمالك ما كانتش فايقه خالص، زائد ان تغيير شيكابالا واوباما، وانا من يعني بقالي فتره بقول لكارتيرون قعد اوباما شويه. كابتن ميدو انت لما بتلعب وعارف ان محدش هيقعدك مستواك مش هيزيد. اوباما بقاله فتره، اوباما ده يشيل نادي الزمالك ويجري بيه يا كابتن. لعيب حاجه سوبر لما يبقى فايق، لما بيكسل ويحط في دماغه ان انا ما روحتش المنتخب، وشكله كده بيتاثر جامد ومحدش بيتكلم معاه، شكله كده لانه بعيد قوي. فانا انبسطت ان هو قعده احتياطي ونزله، لما نزل اعتقد ان هو كان كويس قوي. يعني حس فعلا بالخطوره ان هو ممكن يقعد بقى، انت فاهمني. شيكابالا الراجل ما كانش متوقع، لا شيكابالا من اخر الموسم اللي فات قبل ما يتوقف وبدايه الموسم ده في اعلى فورمه لشيكابالا. صح، اخر الموسم اللي فات ده كابتن كل ما اللعيب بيكبر الظهر بينضج في الكوره، وحاجه الكوره ما بتضيعش منه. لا هو كمان شيكابالا دلوقتي في ميزه عن الاول ان هو مخلي باله من نفسه اكتر، من ناحيه التغذيه ومن ناحيه التدريب ومن ناحيه حفاظه على وزنه ومن ناحيه حاجات 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 كتيره مساعداه ان هو يظهر بالشكل ده في الملعب. كل ما اللعيب بيكبر كل ما محتاج ان هو يخلي باله من نفسه، بيخلي باله بالظبط. لعيب مهاري زي ده يعني من احلى الفترات لي الموسم اللي فات اخره، والموسم اللي ابتدى فيك معاك في الاسماعيلي. طبعا لا كان حته حاجه ثانيه. الموسم بتاع كابتن حسام حسن، والموسم ده فاكر اللي هو بتاع 2000 اعتقد 2010 يعني. فدي من اعلى فترات شيكابالا. لا فرقوا مع نادي الزمالك امبارح، بس الزمالك لا سهل يخش يا كابتن. عنده لعيبه كبيره، الزمالك فرقه تقيله يا كابتن، فرقه مش قليله، عنده عناصر في الملعب لا يغيروا الماتش في اي وقت. انت بتتكلم في احمد زيزو وبن شرقي واوباما وشيكابالا والنجم جاي. الاجوان اللي بيجيبها شيكابالا دي على فكره مفيش لعيبه تانية في مصر تقدر تجيبها، لا محدش يفكر فيها كابتن. لا انا جبت في بطوله افريقيا كان في الاتحاد الليبي جون زي بس تشيب باس كده كان على ترتان كسبناهم 3-0 في ليبيا هناك. في بطوله افريقيا عملت اللي انا اشوط وانا شايف الجون بيطلع على ال 18 فحطيتها له زي دي. مش اي حد صح يفكر فيها، مش اي حد يفكر فيها كابتن. كله بيحط وش رجله. يعني النهارده في ماتش بيراميدز مثلا اسلام عيسى حط واحده حلوه، الجون اللي جابها حلوه قوي. لا هو حط وش رجله قبلها بشويه جات له واحده سهله قوي والجون بيتقدم راح شايط في السماء. ما تحط تشيب باص صغير كده الاستمتاع بالكره حلو يا كابتن، دي احلى فتره للعيبه. لا الزمالك قادر ان هو يعدي ان شاء الله، بس هي الفرق الكبيره دايما مستوياتها. يعني النهارده برضو الصفاقسي ما كانش بيعرف يكسب 1-0 بيعرف يكسب، انما الفرق الكبيره كلها يمكن الترجي بس هو اللي كسب 3 الترجي كسب 4 باين 4 وهو ولود. انما بقيه الفرق كلها لا لسه تاخد وقت. بتيجي مع الوقت يا كابتن. مهم اللي بيعلى بسرعه قوي سيمبا التنزاني ده، شفت له جاب النهارده الولد بتاعهم حته جون. فرقه كويسه، فرقه. طب الاهلي هيلعب الهلال السوداني يوم الجمعه. ايه رايك في الماتش؟ يعني فرقه الهلال دايما فرقه صعبه، فرقه مميزه، بداية صعبة مش طبعا سهل. طبعا ديربي وادي النيل يا كابتن، الهلال المريخ انا رحت هناك لعبتهم وعارف يعني ايه هناك الكورة عندهم زينا هنا، بيحبوا الهلال قوي بيحبوا المريخ قوي. ان يكسبوا النادي الاهلي ده عندهم في حد ذاتها بطولة لوحدها. فالماتش برغم على الورق الاهلي يكسب لان ظروف السودان وظروف المنتخب السوداني اللي شفناه وسامعين عن الهلال برضو عنده مشاكل والمريخ عنده مشاكل والدوري مش مستقر هناك، فعلى الورق. انما انا اقول لك بينزل الملعب لا يعني عارف ان الاهلي لو عمل ماتش معاه كويس بيرجع له 40-50% كابتن من ثقته بنفسه. فالماتش تقيل على الاهلي وبدايه صعبه قوي. الاهلي لو استمر بالحاله اللي احنا شفناها في ماتش الهلال واعتقد ان هو الراجل هيثبت هو جرب 3 ما لقاش مش جايبه معاه، يعني لان هو 3 كابتن الراجل موسيماني اكنها 5 يعني. في ماتش بالمرصد لقيت محمد هاني ثابت وعلي معلول ثابت. الطريقه دي لازم الاثنين يطيروا عشان الثلاثه اللي يلعبوا ورا، فحسيت ان هي 5 فضغطتنا. لما لعب 4-3-3 كابتن لا هي والاهلي عنده مشكله ابن لذينه انما فرقه بتبقى فرقه كبيره وتقع قدام وتحس ان هي بتخلص مفيش رحمه، يعني بزوز 1 و2 و3 يعني بص
اي فرقه تانية يا كابتن لو فرقه صغيره وبتاع وتحس ان ممكن ايه يكسب واحد بالعافيه 2-1 مش عارف ايه. الاهلي في الحته دي وانا بقول لك ان التصريحات ان يقولوا ان الهلال هيكسب الاهلي الهلال السعودي استفزت جدا يا كابتن، لان اللعيب المصري عامه ولاعيبه النادي الاهلي بالذات لا انا طول معلش العشر سنين اللي فاتوا يا كابتن لو الاهلي او الزمالك راح يلعبوا الاتحاد او الهلال او بتبقى الاغلبيه للاهلي او الزمالك يعني الطبيعي التاريخ بيقول ان الاهلي هيكسب او الزمالك، فالمره دي كل الناس كانت قلقانه فده استفز فعلا لعيبه النادي الاهلي ادوا كل حاجه كويسه في الماتش. الماتش الهلال السوداني دايما الماتشات قدام الفرق السودانيه بتبقى ماتشات فيها بعض من العنف. هم طبيعه لعبهم كده، هم مش عايزين يبقوا عنف قدامنا لكن هم طبيعه لعبهم هم خشونه كبيره جدا وعنف كبير جدا. ازاي الاهلي يعرف يخرج من المطب ده؟ يعني الاهلي لما بيلعب كره سريعه كابتن ميدو محدش بيعرف يقف، يعني محدش يمسك كره في رجله، محدش يمسك كره في رجله كتير بالذات الارض هناك برضو هتلاقيها فيها مطبات شويه مهما كانوا صلحوه دايما استاد المدرمان بيبقى مشكله، او هيلعبوا على الهلال استاد الجوهره اللي بيقولوا عليه ملعب يعني عامه ما تخشش في احتكاكات جامده مع حد، يعني دايما تخلص من الكره بسرعه. الاهلي بلعبه الريتم السريع ده لعيبته هتبقى سليمه مش هتعور وهيأدي اداء كويس، انما لما بلاقيه بيمسك الكره كتير ويقف وبعدين يحضر ويرجع لورا ويرجع لورا ما بحبش الكلام ده. يعني دلوقتي انا بتفرج على مانشستر سيتي يا كابتن ميدو لقيت ان جارديولا ما عادش بيرجع الكره كتير لورا، لا كل نقله في نص ملعب الخصم بيحاول يستحوذ جوه من بعد الدايره كده شويه لغايه لما يوصل. كان زمان تلاقيه بيرجع من اخر الدنيا، هي لما فرقه بتضغط عليه عالي بيرجع الكره لورا عشان يسحبهم بره ويبتدي ان هو يشتغل، انما لو فرقه سايبه له الاستحواذ ما بيضيعش وقت كتير زي ما انت بتقول في نص ملعبه عايز يروح. فالنادي الاهلي الماتش الهلال السعودي عمل كده، فلو لعب ضد الهلال السوداني بنفس السرعه ده اعتقد ان هيعمل ماتش كبير ان شاء الله. كابتن عبد الجليل نورتني. يا ربنا يخليك يا كابتن، ودايما بتشرفني ويعني انت عارف ان انا بحب اقراك. ربنا يخليك افكارك بجد، ربنا يخليك. ونفسي نفسي ترجع التدريب تاني، هرجع ونفسي تخش اتحاد الكوره تمسك حاجه ان شاء الله. اصلا اتكلمت معاك كتير وعارف دماغك فيها ايه حبيبي. شكرا كابتن عبد الجليل، شكرا كابتن، نورتني. دي كانت حلقتنا النهارده، نتقابل بكره على خير باذن الله، تصبحوا على خير.